دلوقتي انا معايا دريم هنعمل بيه تورتايه بطاطا. بطاطا كتير دلوقتي يعني موجوده ما شاء الله بوفر، يعتبر الموسم بتاعها او لسه كمان اللي جاي دوت. فهنعمل بيه دلوقتي تورتايه. تورتايه معانا كريمه الحشو دريم. هنعملها بطريقه ايه؟ الكيكه دي هتبقى تقيله شويه، مش خفيفه يعني، مش كيك سفنجي ده، لا ده هيبقى بس دسم ومغذي جدا. يعني انا دلوقتي عندي هنا هاخد ايه، بص المقادير بقى سهله خالص برده. كوبايه ونص دقيق، كوبايه ونص دقيق، كوبايه ونص بطاطا مسلوقه ومهروسه هاخد منها كوبايه ونص، كوبايه ونص سكر بودره، كوبايه ونص لبن، كوبايه زيت، ثلاث بيضات، اتنين باكو فانيليا، معايا شويه سوداني على شويه شوكولاته او مبشوره، لا يعني بس قطع شويه يا اما الشيبس دي، معانا باكو بيكنج باودر، ومعانا كوبايه ونص هنا عندنا كوبايتين لكريمه الحشو دريم. هستعمل اللون اللي هو لون الفراوله واستعمل لون الشوكولاته، الاثنين مع بعض نخلي شكلها حلو، ان هي هتبقى دسمه يعني الكيكه اللي هتبقى مش خفيفه، عشان تبقى عامله حسابك مش ان هي كيكه سفنجيه، لا دي فيها بطاطا فمتقلها شويه بس مغذيه جدا، يعني دي المذاكره حلوه قوي قوي. حابه تعمليها تورتيه مدوره، حابه تعمليها مربعه، اللي يريحك. هعملها في الخلاط كمان سهله خالص. هاخد هنا كوبايه ونص بطاطا مسلوقه ومهروسه، يعني اساسي بطاطا في ميه قليله، خلي بالك ما تعملش ميه كتير. وبعدين هرستها بالشوكه، خدها كده في الخلاط، كوبايه ونص بطاطا مسلوقه ومهروسه، انا بستفيد بالقيمه الغذائيه اللي في البطاطا. كوبايه ونص سكر بودره، مقادير سهله قوي. كوبايه ان شاء الله يعني، كوبايه ونص لبن، يبقى كده كوبايه ونص، كوبايه ونص، كوبايه ونص. كوبايه زيت، كوبايه زيت، ثلاث بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاث بيضات، فانيليا، اتنين باكو فانيليا. معانا امال، اهلا وسهلا يا امال، نضرب ده كله مع بعضه. كلمنا تاني ولا ايه؟ كلمينا تاني يا امال. حط هنا كوبايه ونص دقيق، عليهم باك وبيكنج باودر ورشه ملح، حط عليهم حوالي نص كوبايه سوداني، نص كوبايه سوداني، نص كوبايه سوداني هحطها هنا، مش هحط الشوكولاته دلوقتي عشان الشوكولاته لو انا حطيتها دلوقتي هتلاقيها رزقت في قعر الصينيه وبدات ان هي تتحروق، فهي كده سوداني بس ماشي، شوكولاته في الاخر. انا دول هقسم المقدار ده على صينيتين، هنزل هنا بقى كده الخلطه، بسم الله الرحمن الرحيم. سوري، ماشي. بص هاخد كوباية لبن كده وهعمل الكريمة اللي هي بالفراولة، كريمة الحشو دريم، وبعديها هعمل بقى البني الكوباية على باكو كريمة الحشو دريم. بسم الله الرحمن الرحيم، حط الأول اللبن وبعدين أحط الكريمة علشان الكريمة ما تلزقش في الطبق، اللبن يشيلها. الأول نقلبها كده عشان ما تطرش، وبعدين نشغل المضرب. كل اللبن ساقع أو المية، ممكن لبن أو مية على فكرة عادي، ممكن كوباية مية ساقعة قوي برضو نشتغل بيها مفيش مشكلة. ادي كده الايه، انا قدام قد ايه، مش هلحق عشان دقيقتين بس. طب اضرب التانية معلش كمان برضو البني، كوباية لبن برضو ساقعة وعليها كريمة حشو دريم، البني بقى اللي هي بالشوكولاتة، يعني كنت ناوي افضي وما استهلكش مواعين النهاردة بس يلا. يعني البني اصل ايه، يعني الاول ما ينفعش اعمل البني الاول وبعدين الفاتح، لا اعمل الفاتح الاول وبعدين البني، مش هي ايه
مش هيبان قوي. هي حتى مطرح المضرب عادي. الكيكه انا صبتها في الصينيتين اهو، احط لها بقى الشوكولاته اللي مقطعاها او الشوكليت شيبس او اي حاجه كمان. هي مليانه ما شاء الله قيم غذائيه عاليه جدا جدا جدا، عشان كده مش هي مش خفيفه انما مغذيه. تمام، احط عليها كده وابدا بالراحه كده، بالراحه خالص، ما غطشهاش لجوه قوي، بس مجرد من على وش كده علشان ما تتحرقش على الوش. ماشي، معانا جنى، اهلا وسهلا. وادخله من الفرن على 180 درجة على الرف الوسطاني. بصوا كده، ناخد ادي البني البيضة او الفراولة، وناخد اللي هي بالشوكولاتة، كل واحدة في كيس كده، اللي بالشوكولاتة هنيجي بقى ناخد ايه كيس تالت، صح فتحة كده نحط فيه شكل اي فورمة كده، عايزه اجيب لكم اشكال الحاجات دي، بتطلع اشكال حلوه جدا، يعني كل ما تسهلوا على نفسكم الحاجات دي بتطلع معاكي نتيجه حلوه، تفتح نفسك بقى على الشغل انك تعملي تورتايه وتنبسطي من شكلها، ده حاجه مهمه. تمام كده، حاجه هنا ناخد دي نفتح فتحه كده، نحطها جوه الكيس ده كده، نبططها شوية، ده عشان تطلعي حاجة ايه لونين، عشان تطلعي لونين بس حاولي يكونوا في مستوى واحد. اجي بقى هنا عندي ايه، ادي الكيكاية، ما انا بقولك هي ايه اللي بالبطاطا، بطاطا وسوداني وشوكولاته، حاجه كده مغذيه جدا. ممكن بقى يا اما نديها لبن، يا اما نديها شويه شربات، يا اما نديها حاجه ساقعه، يا اما سيبها زي ما هي، اللي هي الايه اسمها الايه، ممكن ناخد من دي ممكن ناخد من دي، مش عايزين كتير. المياه الغازيه ممكن تاخدي شويه، ناخد كده ايه على الحرف كده عشان تبان، ناخد شويه كده في النص. ايس كريم صح؟ اسمها دندرما؟ صح صح صح. لا 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 افتكرتها. معادي يا باشا. ناخدها برده كده فوق واحده، برده حاولوا يسقيها بحاجه، يعني شربيها شويه عسل او زي ما بقول لك كده، نفسيه اتجاه احسن. البامبا يبقى جنبه ايه شوكولاته، ايوه كده، نقلب بس الكيس في ايدينا.